تشو لحم معتديها ونارا تفقأ في لحظة الغدر عيون طامعيها. إليكم قولنا، تأملوا وتمعنوا فيه جيدا وتذكروا هذا الذي تروه لأننا نريد أن تروه، ولكن ما خفي أعظم. ميشلين عازر، تلفزيون الدنيا، دمشق. كفوا السؤال، ها هنا النبأ العظيم. هذه السماء إذا فطرت، وهذه البحار إذ فجرت، وها هنا الأرض إذ أخرجت أثقالها، وذي هي بشائر قيامة النصر العربي. على يد من؟ على يد جيش العرب والعروبة، الجيش العربي السوري، بنيان الحق المرصوص، المطل على أفق الشمس من علو، الضارب الضربة الوتر، لا شفع لها ولا شفيع لمن نزلت عليه. يد الحق العليا، في طيها بقاء الحق وأهله، في طيها فناء الباطل ورهطه. إذا نهض ضاقت به مناكب الأرض وغصت به أطراف السماء، ليملأ بهدير الحق ما بين المشرقين والمغربين، وليكبر لقيامه ضمير الأرض وقلب السماء. ورب عدو تمنى أن لو فقئت عيناه وصمت أذناه، وأن لم يك قبل هذا اليوم شيئا، يوم شهد العالم وشاهد من جبروت جيش الحق ما كان محتجبا وتجلى، فجلى عن قلوب الكرام الكرام الهم، وصب في قلوب اللئام حمم جحيم الرعب. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى بيديك يا حامي الديار، يا مدار فلك المجد، يا آخذا بناصية الأيام إلى يوم النصر الموعود. فبوركت يد من فوقها يد الله، وبوركت عيون باتت تحرس في سبيل الله والوطن، وبوركت جباه لا تسجد إلا على سورة الفتح.